ورحب أيضا بسيد مسعود كرمة، نائب أيضا بالمجلس الشعبي الوطني. مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. وعبر الهاتف يلتحق معنا السيد بالطاهر الأزرق، عضو مجلس الأمة. مرحبا بك سيدي. شكرا على الاستضافة، شكرا لقناة النهار، وشكرا ومرحبا بضيوفنا ضيوفك الكرام وكذا المشاهدين. نعم، مرحبا بك سيد الأزرق. إذا لو أبدأ معك، الأكيد أن الخطاب السنوي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كنت من بين الحضور باعتبارك عضوا بمجلس الأمة، واستمعت إلى أهم المؤشرات التي قدمها رئيس الجمهورية أمام نواب الشعب بغرفته، تفضل. شكرا سيدي سي عبد الملك. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني كان لنا الشرف أننا نحضر بالاجتماع أو الاستدعاء للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لغرفتيه، للبرلمان بغرفتيه، وكذا يعني نشوف بأن في هذا كان لأول مرة منذ سنة 1977. يعني كان الراحل هو ريبو مدين، هو لقاء يعني كان آخر يعني لقاء خطاب للأمة عن طريق البرلمان آنذاك. نعم. ويعني وتجدد للمره الثانيه هذه يعني من طرف السيد رئيس الجمهوريه يعني في ظل الجزائر الجديده، وهذا نشوف بان يعني هذا الخطاب كان موجه يعني من قلب الى قلب. نشوف ان يعني السيد رئيس الجمهوريه قد خاطب الامه عن طريق البرلمان، عن طريق ممثليها، يعني في الغرفتين، مجلس الشعب الوطني وكذا مجلس الامه، وكان خطاب يعني موجه يعني بكل عفوية، ويعني وقام بسرد بصريح يعني بأرقام صحيحة وصريحة، وكذا يعني الشعب الجزائري متعطش أو الأمة الجزائرية متعطشة لهذا الخطاب الذي كان يعني كنا نسمعه، وكان يعني كان ولا منذ سنة يعني موت الراحل هو ريبو مدين. والحمد لله يعني نشوفه بأن حقيقة يعني الشعب يحب يعني هذه الخطابات اللي تكون مباشرة وصريحة. ولهذا نشوف بأن السيد رئيس الجمهورية يعني كان يعني قد خاطب الشعب يعني بكل ما هو صريح وبكل إنجازات في مختلف يعني الميادين، وحتى النقائص التي يعني التي كانت يعني موجودة سابقا والتي يعني لم نصلها إلى حد الساعة قام بسردها، وهذا يعني بلغة الصراحة، وهذا هو الشيء اللي يعني يحبه الشعب يعني بالخطاب بين كرئيس والمرؤوسين او رئيس والمواطنين. يعني لهذا نشوف بان السيد رئيس الجمهوريه يعني قد افاض يعني في هذه التصريحات وفي هذا في سرد يعني ما قام به مده ربع سنوات. ولهذا يعني نشوف بان يعني كان خطاب يعني في جميع يعني تكلم على جميع الميادين وبكل شفافية. نعم. إذا سيد عبد القادر عزيز، الأكيد أنه نقاط عديدة طرق إلى رئيس الجمهورية، يعني مرورا بأزمة كورونا ثم مكافحته للفساد ومحاولة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة، يعني قدم حصيلة شملت كل القطاعات وركز الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية طيبة إليك أخي الكريم على هذه الدعوة الكريمة. نعم. وتحية طيبة إلى كل عاملين في قناة النهار وإلى كل السادة المشاهدين وإلى ضيوفنا الكرام. بخصوص الخطاب تاع السيد رئيس الجمهورية، مثل ما قلت يوم أمس أسرد التاريخ تاع منذ أن تولى الحكم أربع سنوات. أربع سنوات. قبلها كذلك عرج على محطة مهمة من أهم محطات التي مرت في تاريخ الجزائر، وهو محطة الحراك الوطني المبارك، الذي قال السيد رئيس الجمهورية أنه أنهى العصابة، أنه أنهى فترة سوداء في تاريخ الجزائر. وقال السيد رئيس الجمهورية أنه لولا الحراك المبارك كانت راح للجزائر الهاوية وراح الجزائر تدخل في حيط. هذا الحراك المبارك جاء بانتخابات شارك فيها السيد رئيس الجمهورية، صوت فيها الشعب. جاء بعد الانتخابات، بعد ما جاء السيد رئيس الجمهورية جاءت كورونا التي عطلت العالم ككل ولم تعطل الجزائر فقط. نعم. عامين من كورونا الجزائر طاحت وناضت وفوتت هذه المرحلة العصيبة في تاريخ العالم ككل وفي تاريخ الجزائر. وأشهد السيد رئيس الجمهورية بدور المؤسسة العسكرية كذلك التي عملت على الحد من 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 سلبيات كورونا. نعم. ثم تكلم السيد رئيس الجمهورية على على على
على الحقبة الماضية التي كانت تحكم الجزائر. للأسف الشديد، للأسف الشديد في الماضي كانت الدولة كلها تختزل، الدولة كلها تختزل في شخص واحد، كانت الدولة كلها تختزل في صورة تاع كادر، كان وزير أول أو رئيس حكومة يخرج للشعب يقول له الآن الموس وصل العظام وما عدناش باش نخلصوكم، كان وزير أول أو رئيس حكومة يخرج للشعب ويقول في أحد الخطابات تاعه في أحد اللقاءات أو في أحد اللقاءات يقول أنه جوع حشاك الكلب كيجوعك، كان كذلك وزير الأول يخرج اللي يتكلم على الشعب يقول لك مش الشعب كامل لازم يعني استفزاز يأكل صريح للشعب، يعني كان استفزاز صريح للشعب. وأنا كذلك لما كنت ناشط جمعوي ونتبع احياء وزير اول يقول مثلا انه مشي من حق مواطن بسيط بسيط انه يتكلم على كذا ويتكلم على كذا، هذا كان استفزاز صريح للشعب. نعم. لكن باش نصرحوا بعضنا، جا السيد رئيس الجمهوريه تغلت، تغيرت الامور كثيرا، تغيرت حتى لغه الخطاب، شفنا حتى وزير اول انه يعتذر للشعب عن الغلاء المعيشي، شفنا حتى رئيس الجمهوريه انه في احد لقاءات مع المجتمع المدني قالوا تحيه الرئيس، قالوا لا، قالوا قول تحيه الجزائر، يعني نعم. الامور تغيرت في اول لقاء اداء القسم، قال لازم نحو كلمه الفخامه وامر بانه ينحو كلمه الفخامه، يعني الان الكثير من الامور سلوكيات جديده، السلوكيات الجديده نعم. تغيرت بلا ما نروحوا للامور تاع الاقتصاديه اللي ممكن نطرقوا لها فيما بعد، بلا ما نروحوا للامور تاع الاجتماعيه اللي ممكن نطرقوا لها من بعد، السلوكيات كثيره تغير. الان المواطن اصبح يحس بالانتماء، يحس بهيبه الدوله نعم. واصبح المواطن يحس انه عنده قيمه في هذه الدوله حقيقه. صح مثل ما كنا نتكلموا في امور الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، حقيقه احنا ما نقولوش انه الجزائر الان في دوله مثاليه 100%، ما نقولوش ان رانا مثل سويسرا مثلا ما نقولوهاش هذه، لكن كاين الامور ايجابيه. ومثل ما تناقشت انا وزميلي قبل ما ندخلوا الان، على الاقل السكه القطار وضع على السكه، الاقلاع يقلع بشويه، مازال ما قلعش هذيك الامور، معليش احنا مهم القطاع وضع على السكه، مع الوقت ان شاء الله يقلع وان شاء الله نشوف الامور الايجابيه تتحقق على ارض الواقع اللي تنفع ان شاء الله الشعب الجزائري وتنفع الوطن. نعم نأمل ذلك. سيد يعني مسعود كرمه، يعني نتحدث بخطاب عقلان، يعني هناك تحسن في مسيرة الإصلاح في الجزائر اجتماعيا اقتصاديا، هناك أمور يعني لمسها الشعب يعني وأصبح يحس ربما ببعض التغيير، ماذا يمكننا القول؟ هل يعني رئيس الجمهورية وضع خطة عمل يعني لربما المرحلة السابقة والمرحلة الحالية والمرحلة القادمة إن شاء الله؟ أولا نشكرك الأخ الفاضل على هذه الاستضافة، كما نشكر من ورائكم قناة النهار ومشاهديها الكرام. نعم. طبعا خطاب الأمس كان ضمن التزامات السيد رئيس الجمهورية، جاء تطبيقا للدستور الجديد، جاء كالتزام وكسن سنة يعني في المستقبل أنه يكون رئيس الجمهورية يمثل كل سنة أمام نواب الشعب لتقديم حصيلة سنوية لبرنامجه ومن ورائه برنامج حكومته. نعم. طبعا هذه الخطوة جاءت يعني خطوة حسنة، هي خطوة إيجابية، أعطى فيها السيد رئيس الجمهورية حصيلة لنشاط 4 سنوات تقريبا تنفيذا لبرنامجه المتمثل في التزاماته 54. نعم. هذه الالتزامات التي ترجمت إلى مخطط عمل حكومة كان صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الحالي في سنة 2021، وكان كذلك لا يختلف كثيرا عن سابقه ألا وهو مخطط عمل الحكومة المصادق عليه في سنة 2020. نعم. يعني هنا جاء هذا المخطط أو هذا البرنامج يعني لاستدراك النقص. نعم. يعني لتغيير طرق التسيير الجزائر، يعني الجزائر بمقدراتها البشرية بإمكانياتها المادية والبشرية بموقعها الجغرافي بالكم الهائل من الخيرات والثروات التي تحويه الجزائر، لابد من أن يكون هناك يعني نمط معيشي جديد للمواطنين، لابد أن تكون اقتصاد قوي كذلك، لابد أن نستدرك أخطاء الماضي، أننا يعني إن فقط نتكل على تصدير المحروقات أو على عائدات المحروقات. نعم. يجب أن نعمل على تنويع الاقتصاد، الجزائر واسعة، الجزائر بخيراتها الطبيعية بموردها البشرية تستطيع أن تكون يعني في مصاف الدول، في مصاف الدول الرائدة. كذلك لو يعني ننظر في هذا المخطط
أو ننظر في هذه الأسس التي أرساها السيد رئيس الجمهورية خلال الأربع سنوات التي مضت، نجد أن هذا المخطط يعني يحتوي على خمس فصول خمس محاور رئيسية في مخطط عمل الحكومة. جاء أولا بتعزيز دولة القانون وتجديد الحكومة، بداية بممارسة الحقوق والحريات وحكمة من أجل متجددة، من أجل شفافية. جاء في أخلاقات الحياة العامة. جاء الفصل الثاني من أجل إنعاش وتجديد اقتصادي. جاء كذلك من أجل تنمية بشرية. جاء في الإطار السياسة الخارجية. جاء كذلك في تعزيز الأمن الوطني الإقليمي. نعم، طيب خلينا نروح للسيد بالطاهر الزرق. الأكيد أنه رئيس الجمهورية عرج يعني على يعني إشكالية استرجاع الأموال المنهوبة، وقال أنه الأموال التي تم استرجاعها لا تقل قيمتها عن 30 مليار دولار في إطار مكافحة الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة والمهربة، وتكلم عن ربط علاقات واتصالات متقدمة مع دول أوروبية أبدت استعدادها للتعاون مع الجزائر. ماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة للشعب الجزائري الذي تجرع مرارة الفساد خلال السنوات الماضية، والآن هو يعني متمسك بربما نقطة استرجاع الأموال المنهوبة التي يعتبرها هو يعني كأموال الشعب إن صح القول؟ شكرا سيد عبد الملك. نشوف بأن يعني سيد رئيس الجمهورية هذا يعتبر يعني التزام من التزاماته، وهو استرجاع كل الأموال المنهوبة التي قامت يعني العصابة يعني بحقيقة بالاستيلاء عليها عن طريق الفساد أو عن طريق الغش. ولهذا نشوف بأن السيد رئيس الجمهورية كان صريحا في خطابه، وهذا يعني تصريحه يعني ليس بجديد على الشعب الجزائري، وإنما يعني منذ توليه لسدة الحكم فإن السيد رئيس الجمهورية ينادي بأنه سوف يقوم باسترجاع يعني هذه الأموال المنهوبة. ولهذا نشوف بأن يعني الخطاب تاع السيد رئيس الجمهورية يعني من بين يعني قد يعني قام بقراءة لأربع سنوات، وكذا يعني بين القاطعة اللي كانت بين الممارسات الماضي ولا وكذا، وقام يعني بكل يعني التأسيس لكل ما هو يعني جديد لبناء جزائر جديدة قوية يعني دولة القانون ودولة المؤسسات. لهذا يعني كل يعني السيد رئيس الجمهورية يعني أظهر يعني القيمة الحقيقية أو الأرقام يعني بلغة الأرقام الصريحة أنه قام استرجاع يعني، وهذا اللي راه يعني ظاهر في العيان، يعني قام استرجاع ب 30 مليار دولار يعني على مستوى داخلي، والآن يعني وهو الآن بصدد يعني استرجاع كل الأموال. وراه صرح السيد رئيس الجمهورية أن الأموال اللي كانت تخرج للخارج لما كان البرميل آنذاك يدير 140 دولار، أن يعني كانت تقريبا 80% من عائدات يعني المحروقات كانت يعني كانوا الأموال تهرب، نعم يعني تهرب إلى الخارج، نعم. ولهذا يعني السيد رئيس الجمهورية صرح بأنه يعني في إطار يعني العلاقات الثنائية بين يعني الدول والعلاقات يعني والشراكة يعني مع الدول الخارجية أو الصديقة، أنه يعني يقوم بمبادرات من أجل استرجاع الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب، وهذا كان التزام من التزامات سيد رئيس الجمهورية أكد عليه. ولهذا نشوف بأن يعني بالأمس يعني الخطاب سيد رئيس الجمهورية يعني كان أثبت يعني وأظهر القاطعة الحقيقية بين ممارسات الماضي وما كانت عليه الجزائر يعني من غمامة سوداء إلى يعني الظهور إلى الخروج إلى النور وإلى بناء دولة المؤسسات، ويعني سواء اقتصاد من ناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. ولهذا يعني نشوف بأن يعني شيء ظاهر على العيان، ويعني شفناه إحنا يعني كممثلي للشعب وكأعضاء مجلس الأمة أن يعني في الميدان حقيقة هناك تغيير، وتغيير كبير، بأن حقيقة الجزائر تتقدم من الحسن إلى الأحسن. إلى الأحسن، نعم. ولهذا نحن نقول بأن والشيء اللي أكد عليه السيد رئيس الجمهورية يعني صرح بأن هذا الخطاب يعني أو تفعيل المادة 150 من الدستور سيكون كل سنة يعني يطرح سنة حميدة، نعم.
يعني ستكون سنة حميدة كما قال. يعني هناك بيان سياسة عامة للحكومة أنه يطرح كل سنة، سوف يكون خطاب رئيس الجمهورية يكون كل سنة أمام خطاب للأمة أمام ممثلين الشعب. نعم سيد بطه الأزرق عضو مجلس الأمة، شكرا لك على كل ما قدمت خلال هذا النقاش. إلى سيد عبد القادر العزيز الأكيد. نعم شكرا لك. إذن الأكيد أنه رئيس الجمهورية يعني ليلة أمس أو مساء أمس يعني اعترف أنه في وقت سابق كانت الحكومة الجزائرية حكومة ريعية تعتمد على البترول بنسبة كبيرة يعني تفوق ربما 94%. اليوم تغيرت بعض المؤشرات، أصبح لدينا اقتصاد متنوع، أصبح لدينا صادرات، أصبح لدينا مناجم جديدة أتكلم عليها، أنه ربما سوف نصبح في السنوات القليلة القادمة من بين الدول المصدرة للفوسفات للحديد وغيره. ماذا تعني هذه المشاريع الهيكلية، المشاريع الضخمة بالنسبة للاقتصاد الجزائري؟ هي فقط الحكومة الحكومات السابقة في العهد السابق لم تكن فقط مثل ما قلت حكومات ريعية، كانت تعمل كذلك على تحطيم حتى الصناعات المحلية، وتكلم عليها السيد رئيس الجمهورية يوم أمس. نعم. كان تعمل على تحطيم الصناعات المحلية وتعمل على تحطيم أي شيء إيجابي يكون على المستوى الوطني. مثلا احنا نتكلم على 25 ألف شركة وهمية كانت تنشط في السوق الجزائرية. نعم. وفي الواقع تاعها ما كانش موجودة، فقط على حبر على ورق. نعم. من أجل أنها تضخم الفواتير. نعم. وتدي الدراهم من الخزينة ومن البنوك. نعم. كذلك تكلم على أنهم كانوا يصدروا حتى الحجر، تخيل أنت كانوا يصدروا حتى الحجر ويعملون كذلك على تضخيم الفواتير. حتى مثلا في الصناعات على السيارة سابقا كانوا نفخ العجلات. نعم. صناعة سيارة لم تكن صناعة سيارة حقيقية، بل كانت عبارة عن نفخ العجلات فقط. نعم. يعني الحكومة السابقة لم تكن تعمل على الريع فقط، بل كانت تعمل على تحطيم الاقتصاد الوطني. ومثل ما قلنا قبل قليل أنه نشوف إحنا وزير أول يقول لك أنه صايم كاش باش نخلص الشعب، لكن الحمد لله الآن راه عندنا في احتياط الصرف أكثر من 70 مليار دولار. هذا الشيء لازم نثمنوه، لازم نفرحوا به. نعم. كذا 70 مليار دولار بدون احتساب احتياط الذهب، باحتياط الذهب يوصل مثلا 85 مليار دولار. هذا الشيء كذلك من الأمور الإيجابية. نشوفوا كذلك معدل نتاع الاستيراد ارتفع، معدل النمو كذلك ارتفع، وهذا ماشي كلام تاعنا ولا كلام تاع السلطه الجزائريه. نعم. هذا مختصين اجانب. كان البنك الدولي يقول انه معدل التنميه الان في الجزائر هو 4.2%. نعم. ونشوفوا معدل التنميه في الدول الاوروبيه لم يتجاوز 2.3%. يعني الامور الان مثل ما قلنا في البدايه، الان القطار وضع على السكه، الإقلاع لم يقلع، أقلع الشيء الإيجابي أنه وضع على السكة. نعم. يقلع الآن، يقلع العام الجاي، يقلع الشهر الجاي، هذا الشيء اللي احنا اللي نتمناوه. مثل ما قلت الأمور ليست مثالية 100% باش ما نكذبوش على الشعب، نقص ولكن لأنه تحسن. لأنه حتى في الممارسة السابقة كانوا سياسيين سواء منتخبين أو معينين يجوا يكذبوا على الشعب، وكان احنا نقولوا الشيء اللي راه كاين نقولوا راه كاين، الشيء اللي راه ما كاينش اللي راه ما نقول. وهذه هي الديمقراطية التشاركية، وهذا هو البرلمان الذي أشاد به السيد رئيس الجمهورية. نعم. لأن النواب ينقلون حقيقة الواقع الحقيقي للشعب. وبخصوص ما تكلمناش على البرلمان في البداية، البرلمان هذا اللي جاء بانتخابات نزيهة، وشفنا أنه 30% منه. أنا مثلا نتكلمك على شخصي أنا كتجربة شخصية لو سمحت لي. نعم. كتجربة شخصية لو نتكلم على شخصي أنا، مثلا لو كان النظام السابق أنا نقسم لك بكل القسم أني مش راح نكون في هذا المنصب. نعم. هذه بكل صراحة. نعم. أنا كنت ناشط جمعاوي، كنت شباب عادي بسيط، وكنت من شباب الحراك. لو مثلا كبقى النظام السابق ما كنتش من المستحيلات السبع انني نكون. نعم. لكن الحمد لله لما جات الانتخابات الرئاسيه وجاء السيد رئيس الجمهوريه وجاء الدستور الذي الدستور 2020، ثم جاء قانون الانتخابات الذي اتاح فرصه للشباب انه النسبه يكونوا 50% يكونوا شباب. نعم. انا تقدمت الحمد لله وكانت لي الفرصه. هذا كذلك من الامور اللي نثمنوها، ولا ما نتكلمش فقط على شخصي، حتى على المستويات المحليه. ممكن السيد النائب هنا يشاطر الرأي حتى على المستويات المحليه. في المجال الشعبيه الولائيه، في المجال الشعبيه البلديه. نعم. اغلبيه شباب. انا عندنا في مثلا نتكلم على ولايتي، في ولايه سمسيل لما نزور المجلس تاعنا اغلبيه كله شباب. نعم. هذا الشيء كذلك لازم نثمنوه. نعم. صح المواطن يقول لك يحوس على الملموس، يحوس على التغيير يكون في اني المواطن، هذا هو الطبيعه. نعم. يبغي التغيير يكون آني، ما يهموش تفاصيل قد ما يهموش النتائج. ما يهموش تفاصيل. نعم. ويهم التغيير يكون آني، ما يهموش. نعم. أنه في في في, في أنه مثلا التغيير لازم يكون مرحلي، مثلا قال هذا المشروع لازم نديروه باش يتحقق النتائج تاعو لازم 5 سنوات. لا،
هو يبغي المشروع يندر اليوم لازم غدو نشوف النتائج وهذا الشيء لازم هذا ما يكونش. لكن لما نشوفوا للواقع كاين امور ايجابيه نثمنها كثيرا، من بين الامور الايجابيه اللي نثمنها ان الشباب راهم موجودين في المجالس، من بين الامور الايجابيه ان نثمنها ان تضخيم الفواتير الان ما كانش، من بين الامور الايجابيه اللي نثمنها انه مثلا حتى السيد رئيس الجمهوريه، انا نتكلم لك على العهد السابق، العهد السابق حتى رؤساء العهد السابق كان رئيس الجمهوريه ما يتكلمش حتى مع الصحافه المحليه، شفنا رئيس الجمهوريه تكلم مع كل صحافة العالم إلا الصحافة المحلية ما تكلمش معها. لكن الآن عندنا رئيس الجمهورية راه يدير لقاءات صحفية شهرية أو شهريات شبه شهرية مع 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 الصحافة المحلية دورية. شفنا مثلا رئيس الجمهورية السابق 20 لمدة 20 سنة لم يخاطب البرلمان، لم يخاطب الأمة، لم ينزل إلى البرلمان، لم ينزل إلى البرلمان. رئيس الجمهورية الآن نزل إلى البرلمان، خاطب الأمة عن طريق البرلمان، أشاد بهذا البرلمان، ثم كذلك تعهد أن هذا هذه السنة راح تبقى سنوية كل سنة. يعني كاين أمور إيجابية تتغير، النتائج ما تبينش بين ليلة ونهار، ما تبينش بين ليلة وضحاها، تبين بالواقع. نصبروا شوية على بعضنا، الحوار راه عندنا عدة آليات في الحوار سواء على مستوى المجلس الشعبي الوطني. طيب سواء السيد عزيز لو سمحت نولوا لكل هذه النقاط ربما نطرقوا لها، لكن خلينا نسمعوا رأي السيد مسعود كرمة رئيس الجمهورية يتكلم عن أن الجزائر من بين الدول التي لم تلجأ إلى المديونية الخارجية من طرف يعني البنك العالمي والبنك يعني البنوك المعروفة القارية والبنوك الدولية، كما أنه تكلم على التقارير السوداء التي كانت ترفع ضد الجزائر من طرف البنوك من باب الضغط أو من باب ربما المساومات وغيره. اليوم بعض المؤشرات تغيرت، الاعتراف الخارجي يعني أن الجزائر في السكة الصحيحة، ماذا يعني هذا؟ لما تقول الجزائر في السكة الصحيحة لابد أن نعود إلى المرحلة السابقة. نعم. يعني تقييم الأربع سنوات الماضية في عهد السيد رئيس الجمهورية، هنا يجب أن نتفطن وأن نعي جيدا في تغيير نوعية الخطاب، انتقال من الخطاب السياسي إلى الخطاب التقني. يعني الخطاب التقني مبني على مؤشرات وأرقام، الذي يبنى على مؤشرات. نعم. ويبنى على أرقام. نعم. دقيقة، ويبنى على منظومة إحصائية كذلك دقيقة وعلى مؤشرات تقنية عملية، هو اللي يخلي التقييم سواء من المؤسسات الدولية أو من الخبراء الاقتصاديين أو من حتى من المواطنين أو حتى من المنتخبين، يعني تعطي لك آليات الرقابة أو آليات المقارنة ما بين النجاح أو التقصير أو الفشل. نعم. هنا يعني هذا الخطاب التقني الذي تبناه السيد رئيس الجمهورية منذ اعتلائه سدة الحكم في الجزائر هو الشيء اللي نثمنه، وهو الشيء اللي حقيقة يخلينا نتفائل خيرا. طبعا هناك بعض الإجراءات اللي خلتنا يعني أننا نلمس هذا الشيء في الواقع وفي الميدان، أنه أن مثلا لو نعطيك بعض المؤشر فقط بسيط، هو تطبيق الميزانية بالأهداف، يعني القانون العضوي اللي صدر في 2018 أرجع تطبيقه إلى غاية يعني مجيء السيد رئيس الجمهورية حتى إلى سنة أول سنة تطبيق هي سنة 2023. يعني تسيير الميزانية بالأهداف هنا لما يوحي إلى ترشيد النفقات، يوحي إلى أولوية الإنفاق، يوحي إلى يعني أولوية الاقتراح، يوحي إلى كل شيء. أشرت كذلك إلى أن الجزائر لن تلجأ أبدا إلى المديونية كما أشار السيد رئيس الجمهورية، لأن وشنه الشيء اللي خلينا من الجؤوش للمديونية هو أننا نحافظ على الاحتياطي الصرف وعلى الاستقلالية المالية، ونحافظ على الاستقلالية المالية، أننا ما نستوردوش كل شيء، أننا نستورد الشيء فقط الذي تحتاجه الجزائر، أننا الشيء اللي قادرين نصنعه محليا وقادرين نطوروه نحافظه عليه، كما أشار السيد رئيس الجمهورية أمس إلى صناعة الخزف، أن الجزائر يعني تروج بهذه الصناعة. نعم. يعني أننا نطوروها ونثمنها، يعني الأشياء اللي نحتاجها ان نطورها، الشيء اللي ضروري اننا نحتاجه نجيبه، الشيء اللي قادر اننا نطوره محليا ونصنعه محليا باش نفتح مناصب شغل وباش ندعم الاقتصاد نتاعنا وباش نتوجه الى الاستيراد خارج المحروقات، اننا نثمن هذا الشيء اللي راه موجود عندنا، لان الاستدانه او اللجوء للاستدانه كما كانت في فترات سابقه هو اللي يرهن مواقف الجزائر الدوليه، هو اللي يخلي موقف الجزائر في المحافل الدوليه يخليها موقف ضعيف. لذا نرى ان الجزائر مرفوعه الراس، انها حققت مكاسب سياسية دولية، حققت يعني
امور ايجابيه جدا في هذا المجال، ما خلتش يعني الجزائر رايها مرهون بالاستدانه من طرف البنوك العالميه. البنوك العالميه، نعم. سيد عبد القادر عزيز، لو نروحوا للجانب الاجتماعي، الاكيد انه كان له حصه الاسد من خطاب رئيس الجمهوريه يوم امس، يعني بالنسبه للزيادات في الاجور، بالنسبه لمراجعه بعض المطالب الفئويه ان صح القول، يعني الاكيد انه في وقت سابق كان التطرق الى ملف الزيادات في الاجور يعتبر من الطابوهات التي لم تتجرأ اي حكومه على ربما مناقشته او التطرق اليها. الاكيد انه ايضا هناك نقطه مراجعه النقطه الاستدلاليه التي غيبها الزمن لسنوات، يعني كل هذه المؤشرات ربما الجزائري لما تكلم له على الوضعيه الاجتماعيه تكلم له على الاجور، رئيس الجمهوريه يعني ربما فهم هذا المقصود وحط يده على الجرح الذي يدمي قلوب كل الجزائريين. هو الجانب الاجتماعي هو مكرس بين اول نوفمبر، قبل كل شيء الدولة اجتماعية كذا مكرس بين اول نوفمبر، لكن مثل ما قلت كان مجرد حبر على ورق. نعم. لكن لما الان نشوف هذه الزيادات التي تتوالى، شفنا انه حتى الزيادات اخر سنه هذه الزياده تاع جون في ان شاء الله راح تكون راح توصل 47% منذ جاء منذ ربع سنوات راح توصل الى 47%، او تكلم عليها كذلك السيد رئيس الجمهوريه. كذلك نشوفوا كاين شيء واحد اخر راه ممكن باش ما ننساوش، هو نعم. مثلا نشوفوا كذلك قضيه تاع التوظيف، شفنا مثلا توظيف إدماج الإدماج والتوظيف، نعم. توظيف 16 ألف أستاذ لغة إنجليزية، 9000 أستاذ تربية بدنية، 9000 عقود ما قبل التشغيل، دكتور جامعي، نعم. عقود ما قبل التشغيل، كذلك رفع منحة البطالة اللي نعم. جات كذلك، وما كانش هذه ما كانش حتى عند دول الجوار، ما كانش حتى في الكثير من الدول ما كانش. كذلك نتكلموا على رفع منحة تاع ذوي الاحتياجات الخاصة، 2 مليون ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك عندهم من النفقة أيضا، رفع منحة النفقة، نعم. منحة الماكثات في البيت اللي تكون بداية من جانفي. كل هذه المؤشرات وكل هذه النقاط يجب أن نتكلم عنها وألا ننساها، لأنه مثل ما يقول أحد المفكرين وأحد الدارسين هو أن ذاكرة الشعوب قصيرة، لذكرت شعوب قصيرة، لكن مثل ما قال السيد النائب أنه إذا أردنا أننا مثلا نشوف الواقع الحقيقي اللي رانا عايشينه الآن لازم نقارنه بما كان من قبل، نعم. لما نقارنه نشوف كل مؤشرات إيجابية للعهد الجديد، نعم. هذه بكل صراحة، نعم. سواء من الجانب السياسي، سواء من الجانب الاقتصادي اللي تكلمنا عليه وعلى المؤشرات وعلى الأرقام، سواء من الجانب الاجتماعي، لأنه في السابق ما كانش زيادات إطلاقا، ما كانش كان زيادات في العهد السابق، كنا نشوفوا الذي الغني يزيد غنى والفقير يزيد فقرا، نعم. ونشوفوا كانت كاينه الحرقه بمعدلات مرتفعه، وصح مازالت كاينه هذه الظاهره الان، لكن ماشي بذيك النسبه الكبيره اللي كانت من قبل، نعم. الامور ايجابيه، احنا رانا متفائلين كممثلين للشعب، رانا متفائلين ان شاء الله بالمستقبل، انه المستقبل ان شاء الله للجزائر، نعم. رانا متفائلين ان شاء الله انه مثل ما قلنا انه القطار هذا ان شاء الله سينطلق، رانا متفائلين ان شاء الله انه المواطن مثل ما قال السيد رئيس الجمهوريه، المواطن في تيمياوين والمواطن في ولايه السمسيل والمواطن يعني في كل ولايه الوطن يكون نفسه نفس المواطن مثل ما قال السيد رئيس الجمهوريه هنا في 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 بلديه حيدره، يعني تكون لهم كل الفرص تكون، نعم. التنمية متساوية، يكون مثلا عندنا مثلا في مناطق الظل أنه يوصلهم الحمد لله الغاز، يوصلهم الماء، يوصلهم الكهرباء، يوصلهم، نعم. كل شيء، هذا إن شاء الله اللي رانا متفائلين به، نتمنى إن شاء الله هذه الأرقام تكون في ارتفاع، نتمنى إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله لما نحضر الخطاب تاع السيد رئيس الجمهورية أنه تكون هذه المؤشرات كذلك مرتفعة أكثر، وتكون هذه الأرقام مرتفعة أكثر إن شاء الله. نأمل ذلك سيد عبد القادر العزيز. سيد مسعود كلمة في كلمة أخيرة، الأكيد أنه لما يسمع الجزائري بكل هذه المؤشرات يقول لك أنا لخصها لي في كلمة واحدة، هل نحن يعني نحو الأحسن، وما هي وضعية البلاد، وإلى أين تتجه البلاد، أم هذه المؤشرات ربما مرتبطة بفترة معينة، يعني ما هو تعليقك؟ الجزائر تتجه طبعا إلى الخير إن شاء الله، يعني إحنا لما نقول أننا نتحول من الخطاب السياسي إلى الخطاب التقني، الخطاب التقني عنده آليات الرقابة، عنده آليات التقييم، عنده آليات أنك تعرف روحك أنك ماشي في الطريق الصحيح أو ماكش ماشي في الطريق الصحيح، نعم. كل هذه المؤشرات توحي بأننا نتجه نحو الأفضل إن شاء الله. طبعا خلال السنوات القليلة جدا القادمة سنرى يعني الاستثمارات الكبرى التي أطلقتها الدولة يعني في المناجم، نعم. أطلقتها الدولة في يعني دعم روافد الاقتصاد الوطني من بنى تحتية مختلفة، سواء في النقل الجوي أو النقل البحري أو النقل
البري أو السكة الحديدية وغيرها، سنرى اقتصاد قوي، سنرى اقتصاد ينمو إن شاء الله، مما يعطي دفعة قوية إلى تحسين المستوى الإطار المعيشي للمواطن، مما يعطي يعني حتى زيادات أخرى ربما في الأجور، يعطي زيادات أخرى يعني في فرص العمل، يعطي حركية اقتصادية اجتماعية، اقتصادية اجتماعية في كافة المجالات. هذه يعني خطوة أننا وضعنا القطار على السكة الصحيحة في انتظار يعني حصد النتائج الإيجابية في المستقبل القريب إن شاء الله. نأمل ذلك. سيد مسعود كرمة نائب بالمجلس الشعبي الوطني، شكرا لك على كل ما قدمته. سيد عبد القادر عزيز نائب أيضا بالمجلس الشعبي الوطني، شكرا لك. شكرا موصول أيضا للسيد بطاه اللزلق عضو مجلس